العبد في حياته كلها محتاج إلى الاستغفار والتوبة، إلى أن يستغفر الله ويتوب إليه، لا سيما في زمن كهذا الزمن الذي كثرت فيه فتن الشبهات والشهوات مع الانفتاح على العالم الخارجي. وسأذكر في هذا اليوم وقفات، بل أذكر بعض الوقفات مع التوبة والاستغفار في كتاب الله عز وجل حتى نعلم عظم التوبة والاستغفار. بالاستغفار تنال رحمة الله وحب الله عز وجل. قال شعيب عليه السلام: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، الذي بعدها: إن ربي رحيم ودود.